راياتنا خفاقة في سمائنا، وستظل أفعالنا مدرسة لكل من يريد صنع مستقبله بيده. قوات سوريا الديمقراطية هي قوات ثورية بدأت تحرير الإنسان وانتهت بحفظ الاستقرار الوطن. قوات سوريا الديمقراطية استطاعت قهر الصعاب وهزيمة أعتى أنواع الإرهاب. هنا يكمن الفخر والكرامة، ومن هنا يتعلم العالم معنى التضحية الحقيقية التي صاغت لشعبنا وطنا تسوده المحبة والسلام.